صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي شو تي في مباشرة، معكم نفس الموضوع هو قصر الدير السلطان. يعني الصيدليات الطبيعية، يعني صيدلية طبيعية يعني كيتباعو فيها جميع أنواع الأعشاب اللي كيحيدو الميكروب، كيحيدو السحر، كيحيدو المس، كيداويو المرأة اللي ما كتولدش. المهم كيقولك دير السبب والكمال على الله. يعني هاد القصرية هي في هادشي طبيعي، اعشاب طبيعيه كما قال احد باعي الاعشاب، قال لك هادشي تاو تيدار بالعبار، واللي مريض فيه شي مرض مزمن ما يقدرش يستعمل هاد الاعشاب، يعني خطر عليه، يقدر يموت في بلاصه. هي مختبرات كبيرة، كيجيو ياخدو العشوب من هنايا، كيستعملو الأدوية و كيستعملو بزاف ديال الحوايج باش يعني البلاصة مكاينش شحال واحد كيحقر البلاصة فيها أعشاب لي نادرة، أعشاب لي كتصلح بزاف ديال الأمور، ولكن في القانون يعني متقدرش دير شي حاجة بكترة ولا يكون فيك شي مرض مزمن وتستعمل العشوب، خطير جدا.